السلام عليكم ومرحبا بكم في غيتة الدردشة. عندي بعض النصائح منها كنت هدرت فيها في اللايف اللي فات. كنت قلت بأن كنصح الآباء والأمهات ياخذوا CPR Certification Class اللي هي كيعطيوها National Foundation ديال CPR Foundation، أو في المغرب كاينه Red Cross كيديروها ديال مي كيكون بحال دابا الله يستر وليد ولا شي واحد كبير ولا كلاو شي حاجه شرقوا وبداو كي ما يقدروش يتنفسوا كدير ديك كتسمى CPR هنايا. وفي بعض الحالات بحال دابا الله يستر كان شي وليد شتي كيغرق ولا شي حاجه في شي بلاصه وخرج خصك دير له ديك التنفس، بزاف د الحوايج. سو هذيك مهمه بزاف. حاجه واحده، النصيحه الثانيه كنت نصحت الامهات اللي جالسين في الدار وكيحطوا الدراري ديالهم في الداي كير، كنقول لهم بحال دابا باش يمكن تغيروا شويه الجو، تغيروا الملل ديال الدار. يمكن ما صايبينش خدمه فين غادي تقدروا تخليوا ولادكم وتمشيو تخدموا، ولكن الا دخلتيهم الداي كير تقدروا تسولوا. ما كنقولش انا دائما كاينه هذيك الحاجه، ولكن الداي كير بحال دابا بالنسبه لي واحد الحاجه كبيره، منها كتدي ولدك يتعلم، منها تانتينا كتعلم وكتعلم الدراري. فلهذا الا صيتي الداي كير حداك اللي هي لاكريش ولا اللي هو الروض ديال الدراري الصغار، يمكن لك تستطع تشتغل فيه. بعض المرات ما كيحتاجوش بزاف ديال الاكسبيريونس، كيبغيو كيقدروا يديروا ترينينغز بحال دابا يمرنوك على شنو خاصهم يديروا. بحال دابا مثلا كيفاش تتعامل مع الدراري، كيفاش تهضر مع الدراري، كيفاش تقول حاجه فعطوا ما تقول حاجه واحده اخرى. يعني كيديروا لك واحد التمارين اللي كتاخذهم اونلاين ولا بعد المرات في الكلاسات، ولكن دابا حيت الكوفيد كتاخذهم اونلاين. فلهذا كنقول انا كنصح بان تدخلوا ديك المواقع اللي فيها الخدامي وتقلبوا على الداي كير جوبز، تبداو في شي بلاصه باش ان شاء الله الا بغيتيو شي نهار تكونوا اساتيد ولا شي حاجه تكون عندكم واحد الفكره منها. كتعاونك حتى كيفاش تتعامل مع ولدك، كيفاش هما في تما في ديك الراود كيتعاملوا مع الولد ديالك ولا البنت ديالك. كتكون عندك واحد الايديا، كتشوف الانفايرمنت البيئه اللي هو فيها كيفاش دايره في المدرسه. لان شحال من واحد كيصيفط ولادو صافي ما كيهموش بحال دابا شنو كيديروا معاهم ولا شي حاجه، حيت علاش قابطين هما خصهم، هي المهم يقبطوا لهم ولادهم. ولكن كاين بحال كاين شي ناس كيوريوس، انا وحده منهم، قول عدو بلا قوت، انا كنبغي نعرف شنو مثلا حطيت ولدي شنو يكون دار في النهار، واش يمشى وبقى جالس، واش يمشى يبقى كيلعب، واش كلا، واش شنو دار في الداي ديالو. فلهذا كنصح بالامهات الا كان حداهم شي داي كير هنا في امريكا ولا في اوروبا ولا في المغرب، سيروا شوفوا واش كيقبلوا بحال دابا الناس يخدموا معاهم، وشنو هما المتطلبات ديالهم. حتى الا ما قدرتيش تخدم تقدر تعطي ساعه ولا ساعتين في النهار من وقتك وتمشي دير متطوعه، يعني تعاونهم في المدرسه، يا اما في وقت الماكله، يا اما تقرا كتبه للدراري، يا اما دير شي حاجه فهمتي يستغلوك وتنتينا تستغلهم. علاش؟ كيف قلت باش تشوف شنو كاين في ديك البيئه اللي حاطه ولدك فيها، واش عاجبك ما عاجبكش، لان باش تعرفها واش مزيانه ولا ماشي مزيانه. ماشي تيجي ولدك مضروب ولا تسمع شي حاجه ما كايناش، بالعكس تبغي تكون تعرفي شنو كيوقع. اوكي، النصيحه الثانيه اللي هي ما كنتش هضرت عليها في اللايف اللي فات ولكن بغيت نقولها بحكم انني دابا كنخدم في الداي كير، نبغي بزاف ديال الناس كنتمنى اباء والامهات يديروها. هي لاحظت بان سيرتو انا دابا نهضر على الدراري الصغار اللي قبل من عام، لان انا في الكلاس ديال الدراري اللي قبل من عام، يعني كيحطوني بعض المرات ديال عامين 3 سنين 4 سنين ماشي مشكل، ولكن دابا الاختصاص ديالي في الاول حطاني مع الانفنتس اللي هما لي بيبي. والحاجه الوحيده الكبيره اللي كنعانيو منها حنا كمربيين او لك حنا كيسميونا اساتذه تيتشرز، لان ستيل كنعلموا الدراري واخا يكونوا تفعمرهم تنهار، ماشي كتوكل وتخرق وتوكل ولكن وتبدل الحوايج، ولكن راه كتقرا لهم كتاب، كتلعب معاهم موسيقى، كدير سيركل تايم وداكشي. ولكن كنلاحظوا بزاف ديال لي بيبي، وهذه عاديه ماشي مساله خايبه، غير هي كنتمناو الامهات ما يكونوش كيهزوا الدراري بزاف. لاحظنا بزاف ديال الدراري كيبكيو خصهم يتهزوا. عندك الحق تهزوا ولدك ولا بنتك، لان في التالي راه كيكونوا ديالك وبيبي وكتبغيهم شي يبكي وكتسمعهم كيبكي وكيعزوا عليك وديكشي. ولكن لاحظنا مثلا كينعسوا في يدينا شي وحدين، ما كنعلموهم ينعسوا في بلاصتهم. هذه خصكم تعلموها لهم من الصغر،
لان ما يبداو يكبروا وديكشي غتحيروا فيهم في هذه القضيه هذه. بزاف ديال الامهات كتنقاس كترضع ولدها وتنقاس معاه وتنقاس حداه في الثاني، هو ولف بالريحه ديالها ولف بشونها بالحضن ديالها يكون ناقص، الا ما كانتش هي ما يناقش، هي كتنوضيه من حداه كيفيق. الام اصلا في الدار كتصيب مشاكل، لان علاش؟ ملي كتبغي تنوض طيب، ملي كتبغي تنوض تعجن، ملي كتبغي تنوض تنظف، تبغي تصبن اي حاجه ما عندهاش كيفاش. علاش؟ حيت الولد هي كيشوفها ناض كينوض حتى هو ولا كنقول الطفل دائما كنعني البنت وولد، ولا ملي كنقول ولد كنعني البنت وولد في هذه القضيه هذه. فلهذا لاحظنا احنا بزاف كاساتيد، انا وواحد السيده والاساتيد الاخرين، بان كنشوفوا واحد بحال بان نعطيكم واحد المثال، ان واحد الوليد في عمره 4 شهور ياس مازال كيبغيو يتهزوا ديك الشيء، ولكن كنوكلوه كنشربوه كنلعبوا معاه. هي كتحط ديك الولد كيبدا يدير وكيبدا يبكي ويغوت والدموع، ولكن حنا عندنا في ديك لا كلاس 8 ديال الدراري، حنا عندنا الريشيو كيتسمى الريشيو اللي هو شحال الماكسيموم عندنا في ديك لا كلاس هذيك، 4 د البيبي خصهم يكونوا عندنا، يعني الاعمار ديالهم من كيف قلت من شهر حتى العام، يعني عندنا مول 4 شهور، عندنا مولات 5 شهور، عندنا مولات 6 شهور، 8 شهور، عام. سو بعض المرات كيبكيو كلهم في دقه واحده. تخيل ملي كيكون عندك بيبي واحد في الدار كيبكي، بعض المرات كتقول او ماي جاد يا الهي شنو غندير، يعني عييت ما وكلت وشربت وديك الشيء مازال كيبكي. خصك تعرف الا ما كانش عنده سخانه، ما كانش مريض ولا شي حاجه، خليه يبكي واحد شويه، عندك الحق. وسول الطبيبه الاطباء ديال وليداتكم، عندك الحق تخليه يبكي واحد 10 دقائق باش هو غيولف بان او اوكي ما جاتش تهزني، اذا ماشي خاصني نتهز دابا، انا خصني نعتمد على راسي. كيف قلت بزاف ديال الامهات كيهزوا عليهم وليداتهم، كتسمعوا كيبكي كيهزوا، سورتو سورتو ملي كيكون اول طفل اولا اخر طفل اللي كيكون عندهم 3 و4، وكتسمع ديك الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس، المهم هو اخر العنقود، كتسمعهم كيقولوا بحال مع راساتهم هذا اخر واحد، خليني نحس نزيد نحس بديك الامومه ديك الحضن وديك الشيء. ولكن هذيك مشكل كبير، لان اجان الا حطيتيهم في لاكريش ولا كنتي تخمموا غتحطوهم في لاكريش ولا هو الديكير، شي نهار راه الاساتيد كيصيبوا مشكل كبير. شحال واحد كيقول لك انا كنخلص عليهم كنحطهم تما خصهم ما يكومبلينيوش. مع كل احتراماتي راه حنا بنادم، يعني ماشي شي وحدين، ما كنقولكش حنا عينا كنعياو بالدراري اولا ما بقيناش باغينهم اولا ما عجبيناش ولا لا، ياس حنا بغينا ديك الخدمه نديروها باش نقبطوهم باش نربيهم باش نتينا تمشي تخدم. ولكن كاين الامهات اللي عندهم فلوس وكيبغيو يقصوا في الدار ويمشيو يديروا شابين يوغا جيم، مهم ما بانهمش الوقت يقبطوا ديك الدراري. مع انني كنتمنى كان الا كانوا يقصوا في الدار بحال بان كان كيف قلت واحد الخطره كيحلوا من 6:30 ل 6 د العشيه، كتصيب شي وحدين كيحطوا ولادهم مع 6:30 7 الله راه كيجيو يهزوهم حتى 6 د العشيه. وعارفين حنا شي امهات كاينين جالسين في الدار، يعني ما كيخدموش حتى من الدار، باش ما تقوليش كيخدموا من الدار. كنصيب هذيك القضيه هذيك، يعني علاش ما تجيش مع الجوج مع الثلاثه تاخذ وليدك؟ ياس نتينا اصلا مخلصه عليه نهار كامل اولا السيمانه كامله، ولكن انا قول عدو من قلت انا كان انا في ديك الظرف هذاك اللي كنحط ولدي نهار كامل وانا هي جالسه في الدار، نمشي نجيبو مع الثلاثه مع الربعه ماشي حتى الستة عاد نمشي نجيبو، حيت علاش وانا مخلصه عليه حتى الستة. بعض المرات كنكتبوا للاباء راه ولدك عنده راني نوز، يعني منخارو سايل كيسال، بعض المرات كتكون شويه طالعه له السخانه حيت عندنا الميزان الحراره وديك الشيء، لا غد ليه كيجيبوه ما كنفهموا والو، لان علاش هي كيجيبوه لا غد ليه، اقسم لكم بالله هي كيجيبوه لا غد ليه، كيسدق واحد اخر مريض، كيسدق واحد النهار السيمانه كامله كلشي مريض عندنا، كلشي كيسال، كلشي كيعطش، كلشي عنده سخانه. وكاين الاباء اللي كيتفهموا كما كيجيبوش الدراري ديالهم على الاقل واحد النهار، ولكن كاين اللي كيجيبو، يعني علاش؟ حيت ما عنديش كيفاش ندير ناخذ اوف. مع كل احتراماتي الى عيطتي الخدمه ديال قلتي لهم راه ماي سان اولا ماي دور ولدي ولا بنتي راهم دير نوت فيلين ولا راهم مراد اليوم، ما يمكنليش نجي، ما غاديش يقولوا لك لا وخاصك تجي، لا غيتفهموا الموقف، يمكن ما تخلصش ديك النهار ولكن ماشي مشكل، لان شكوني مهم واش خدمتك ولا ولدك. انا عارفه بزاف الناس واقفين على البي تشيكس ديالهم على الخلصه وديك الشيء، ولكن راه ما كاينش حتى شي حاجه من الاهم من الاولاد ديالك، مادام درتيهم يعني هما خصهم يكونوا دائما هما اهم شيء.
فهذه هي النصيحه اللي كنصح بها، حاولوا ما تكبطوش لي بيبي بزاف، اكلوا شربوا خرقوا، لعب معاه واحد شويه وحطوا، حطوا يلعب فوق الزربيه بالقشاوش، حطوا باللعب ديالو، حطوا ينعس، واخا ينعس شويه يشوف كاين كيديروا في هذيك الكريب، حنا كنسميوه الكريب، ديك الباد، ديك السرير ديالو اللي فيه الخشب وعندو شي حاجه كامل فوق، ديك اللعب كيبدا يشوف فيهم يلعب بيهم، خليه يبكي شويه من الاول، واخا تكون كترضع علمو بانها ترضعو هي تكمل الرضاعه، حطو واخا انتينا باغيه تقبطو، قبطو واحد شويه ولكن حطو، ما كنقولكش يعني يكون صارمه معاه الا بكا يهزو، ولكن ماشي ديك نعسو حتى نرضعو ونعسو، انا كندور الشغال وانا هزاه، علاش؟ حيت ما بغيتوش يبكي، ما بغيتوش يدير ما يمكنش، فهمتي؟ انا كان ولدي في عمرو 6 شهور كاع، حتى قبل من 6 شهور كنت كنحطو في بلاصتو، كنوكلو ونشربو ونحطو كيبكي شويه كنخليه يبكي، وهاد القضيه هادي عاونتني بزاف، لان دابا حطيتو مثلا ما كيبكيش، ولا من دار 6 شهور بديت كنحطو في بيتو بوحديتو، اللي عنده بيتو بوحديتو، هذاك ما عندوش حطو معاك في البيت، ولكن ماشي فوق الناموسيه معاك ينعس، حطو في ناموسيتو هو ينعس فيها، ما تعلموش يبقى يشم هي ريحتك وينعس حداك، كاين ناس كيقول لك لا علميا وكت يو بيلد ذا بوند، يس اتس اوكي يو بيلد ذا بوند، ولكن راه غتوحل فيه، لانك انا كنهضر على العيالات اللي كيرضعوا ولادهم وينعسوا وينعسوا حداهم بساعه وساعتين، ولا فكرت شي نهار عندها الشغل في الدار غادي تنوض تمشي بحال دابا تقضي شي شغل في الدار، اولا تخليه لشي واحد بحال دابا البابا ولا الختو ولا لشي ناس ولا هذا، وتخرج كتصيب معاه مشكل كبير، حيت هو مولف هي تيتيني ني ميمي كلشي عندها، نتينا براسك كأم غترهق، هادي واحد القتال هي تعيا في الاول كتكون زوينه وديك الشيء، ولكن يجي واحد الوقت راه كتعيا، سو من الاحسن حاول تخلق وقت لراسك وتعلم ديك الطفل حتى هو، ماشي ما نقولكش يعتمد على راسه راه كيكون طفل صغير بيبي، ولكن علمو بان ماشي خصو يتهز دائما نهار كامل، والناس راه بزاف اللي كتعرفني كنعرف ناس قرابي ليا شتها وعاوتها، ودابا مشكل صايبين مشكل مع الدراري، لان كيحطوا الدراري كيبداو يبكيو ويغوتوا ويصرصوا ويبكيو مدة كثر ملي كانوا هما كيبكيو فاش كانوا صغار، حيت علاش؟ ولاو كيعرفوا الا بكيت غنبقى نبكي 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 حتى يجي ديك الام ديالي ولا الاب ديالي يهزني. نقول لكم انا واحد الحاجه في الدي كير، كنوكلوهم كنشربوهم كنلعبو معاهم كنهزوهم نلعبو معاهم ونراكيوهم نديرو ديك هكا بشليه، عندنا ديك الكراسه في ولا حنا كنعيطو الشليه في التمايه اللي كيراكيو كيديرو هكا، ولكن كيجي واحد الوقيته اللي كنزلوهم نخليه واخا يبكي واحد شويه، ما كيعنيش انا ما باغياش، ما كيعنيش انا ما كنحملكش ولدك، ما كيعنيش انا ماشي قادره نهزو ولا ما قادراش، بالعكس كيبكي كنخليه يبكي، وبعد ما كيكونوا جوج ولا ثلاثه كيبكيو، علاش؟ حيت انا عندي واحد اخر خصني نرضعو ناكلو، جا وقت الماكله ديالو، سو ما غاديش نهزو لك انا 8 السوايع وانت في دماغك راه حطيتو راه كيهزوه النهار كامل بحال اللي كنهزو انا، فهمتي؟ سو فلهذا خصكم ديروا هاد القضيه هادي في دماغكم. سو هادو هما النصائح ديالي اليوم، كنتمنى تكون استفدتيو شي حاجه، ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشيريو الفيديو بارطاجيو الفيديو على قد ما قديتيو، وكنشكركم بزاف على السبورت ديالكم، ونهاركم بروك.